وهنا عدد ال البامبس البنزين حاجة فوق 140 محطة بنزين موجودين في نفس المكان، وده اسمه الرود هاوس تريبلز في لاس فيجاس. احنا هنا في جنوب لاس فيجاس يعني، وانت شايف الجو حر. مش حر قوي لان خلاص تقريبا الصيف اتكسر، دلوقتي في النص التاني من الصيف. دلوقتي جو جميل تحت التسعين.